إطاحة بشبكة إجرامية منظمة تورط أفرادها في قضية التهريب الدولي للمخدرات. قامت قواتنا من الإطاحة بأفراد الشبكة والمقدر عددهم ب13 فردا من بينهم امرأة تتراوح أعمارهم ما بين 22 و52 سنة مع حجز ما يقارب 46.4 كيلوغرام من مادة الكيف المعالج، مبلغ مالي من العائدات الإجرامية فاق 35 مليون سنتيم، حجز 22 هاتف نقال، 3 لوحات رقمية وجهاز كمبيوتر محمول، بالإضافة إلى 6 مركبات.